بعد أنباء عن دخول سمير غانم في غيبوبة، رامي رضوان وإيمي يفجرون مفاجأة. انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عدة عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير سمير غانم بشكل كبير، مما قد تطلب نقله إلى غرفة الرعاية المركزة. وأشارت الأنباء المتداولة أن الفنان سمير غانم شهدت حالته الصحية تطورات بالغة القلق خلال الفترة الراهنة، حيث يرقد في العناية المركزة في أحد المستشفيات. وأوضحت التقارير أن الفنان سمير غانم دخل في غيبوبة وأن حالته متدهورة للغاية، حيث نقلت عن مصدر طبي أنه فقد وعيه بسبب توقف أجهزة الجسم عن العمل. وردا على تلك الأنباء المتداولة، نفى الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم ما ينشر حول دخول الفنان سمير غانم في غيبوبة بسبب إصابته بفيروس كورونا. وكتب رامي رضوان عبر فيسبوك: أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح. أضاف: السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع، أرجوكم اتولى، مش كده، الناس بتوقف مع بعض وتدعي البعض في المحن والشدائد، مش بتزيد من هم المهموم. تابع: لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل وعلى حساب صحة الآخرين ونفسية أسرهم. مضى يقول: لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين، لم نمر بعد من المرحلة الحرجة، فنرجوكم الدعاء لهما، فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب. وختم: اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. إلهي اذهب البأس، رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. ومن جانبها، نشرت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة بشأن الحالة الصحية لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بعد دخولهما المستشفى للعلاج من خلل في الكلى وفيروس كورونا المستجد. وشاركت دنيا سمير غانم دعاء مؤثر لوالديها عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي، كان من بين كلماته: اللهم يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم، نسألك أن تنعم على سمير غانم ودلال عبد العزيز بالشفاء والعافية. اللهم داوي سمير غانم ودلال عبد العزيز بدوائك، واشفهم بشفائك، واغنهم بفضلك عمن سواك. اللهم خذ بيديهم واحرسهما بعينيك التي لا تنام. اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك شفاء جميلا ودودا حنونا نرى فيه آياتك.